قالت أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف الدكتورة الشيماء عبد السلام إن جوهر الحوار الوطني هو الرأي والرأي الآخر، وأضافت أن إصدار قانون تداول المعلومات يساعد في خلق مستقبل جيد للبحث العلمي، لافتة إلى أن حرية البحث العلمي تبدأ من حرية الحصول على المعلومة. بداية حرية البحث العلمي هي حرية الحصول على المعلومة، فأنا طول ما أنا بقدر أن أنا أحصل على معلومة، سواء كانت المعلومة دي معلومة ميدانية، سواء كانت معلومة مؤسسية، سواء كانت حتى معلومة مكتبية، أنا بقدر أحصل عليها معلومة حقيقية ومحايدة، يعني معلومة كاملة مش منقوصة، معلومة سليمة، معلومة محايدة، كل الأشكال من المعلومة بالشكل ده بيخليها معلومة منتجة. لكن أنا لو غير كده، غير الشكل ده من المعلومة، بتبقى معلومة غير منتجة. أنا باخد المعلومة أو البيان علشان أعمل إيه؟ عشان أطلع بحث وحللها علمي حقيقي، ويكون في تحليل، سواء كانت المعلومة أنا بستخدمها في الوصف أو التحليل أو التفسير أو حتى التنبؤ، هي في مراحل كتيرة بستخدم فيها المعلومة، بس في حد ذاتها لازم تكون معلومة صادقة علشان أقدر إن أنا في الآخر أطلع نتيجة صادقة. أنا النتيجة الصادقة دي عايزاها في إيه؟ إن أنا أنمي المجتمع بشكل حقيقي، يعني إن أنا فعلاً أحط إيدي على المشكلة الحقيقية، وبالتالي لما أحط إيدي على المشكلة الحقيقية هنمي المجتمع. لكن طول ما أنا باخد معلومات مضللة، معلومة غير حقيقية، معلومة نص معلومة، في الحالة دي أنا برضو النتيجة بتاعتي هتبقى غير مجدية.